اللجنه دي معانا دلوقتي على الهواء من مقرهم بالاسكندريه، ومعاهم المهندس طارق القاضي مؤسس تكني ورئيس مجلس ادارتها. اهلا يا طارق، واسمح لي ان انا يعني اقدم كل الزملاء اللي موجودين معاك، في معاك عمرو رضا، معاك مها رسلان، نادين داوود، محمد بركات، وعاصم عمر. اهلا بيكم كلكم. وابتدي بيك يا طارق، اولا يعني قول لي اللجنه مكونه من مين بالظبط، يعني انتوا مين اللي قاعدين معانا، واليه تقييم الاستمارات بتبقى ازاي؟ مساء الخير يا استاذه لميس، احنا سعداء طبعا بالشراكه دي تاني، وان احنا ابتدت الابلكيشنز تبقى موجوده. احنا طبعا الفريق اللي موجود معانا، جزء موجود معانا النهارده وجزء تاني مش موجود، متخصص في مجال رياده الاعمال وبالاخص في تقييم الشركات الناشئه. يعني الفريق اشتغل في حاجات متعدده، في مسابقات محليه ومسابقات دوليه، واشتغل مع المستثمرين اللي موجودين معانا في اليكس انجلز وماد انجلز برضه اللي هي مجموعه بتاعت البحر المتوسط، سواء كانت في مراحل استثماريه اللي بيتاهلوا ان هم يبتدوا المستثمرين يبصوا عليهم، او لو كانت مسابقات متخصصه في مجالات معينه وقطاعات معينه. والتقييم ده دايما بيكون له اسس معينه موجوده بشكل عام في كل المسابقات او في كل حضانات الاعمال او مساعدات الاعمال، ويمكن جزء الاستثمار احنا بنهتم بيه اكتر، لان دايما بيكون في سيريس انفستمنت، فساعتها لازم نكون بنفلتر الشركات ونأهلهم بالشكل اللي المستثمر بيبص عليه. لكن دايما السكورنج سيستم اللي احنا حاطينه عندنا بيبص على مكونات او محددات معينه لكل شركه، بتبص على كومبوننتس معينه بنحط لها سكور، وبناخد الافرج بتاع السكور ده من اكتر من حد علشان نقدر ان احنا نعمل تقييم وتأهيل بشكل يكون فارق ومتساوي ومتعادل لكل الناس اللي مقدمه ان شاء الله.